ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بالقناة التعليمية باللغة العربية. اليوم أول فيديو لي على اليوتيوب، أتمنى أن ينال على إعجابكم ورضاكم. وإذا أعجبكم الفيديو الخاص بي والفيديوهات السابقة لصديقتي، ادعمونا باللايك والتعليق، وأيضا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. اليوم سوف أعلمكم كيفية إنشاء حساب جيميل، أي إيميل الجيميل، أي هو الإيميل الخاص بشركة جوجل، يمكن استخدامه في أي تسجيل على أي موقع على الإنترنت، ويمكن أيضا استخدامه للمراسلة مع أي شخص بالعالم. اليوم سأبدأ معكم خطوة بخطوة، تابعوني وتتبعوا الخطوات لإنشاء حساب جيميل بطريقة سهلة جدا عن طريق هاتفك الأندرويد. أول شيء، عندنا هذه الشاشة سوف نبحث عن، عندنا هون مجلد في آخر الشاشة على اليمين مكتوب عليه جوجل أبليكيشنز، نضغط عليه. بعدما ضغطنا عليه سوف تظهر لنا الشاشة هذا، طبعا مكتوب عليها جوجل أبليكيشن، ونبحث عن التطبيق المكتوب عليه جيميل، وهو الذي يشبه شكل الرسالة أو البريد. نضغط عليه وهو موجود في المنتصف الأعلى من الشاشة، نضغط عليه ضغطة واحدة. الآن ستفتح عندنا هذه الصفحة، نضغط على السهم الموجود في أسفل الشاشة، نضغط تم لإنشاء جيميل جديد. الآن سأضغط على إضافة عنوان بريد إلكتروني، نضغط عليها. الآن ستعطيني هذه الصفحة خيارات لإنشاء أكثر من نوع من الإيميلات، أنا أريد إنشاء إيميل جيميل، فأضغط على كلمة جوجل الموجودة في أول خيار، أضغط عليها. الآن ستظهر لي هذه الصفحة، سيقول لي هل تريد إضافة حساب حالي يعني موجود عندك من قبل أو إنشاء حساب جديد. أنا أريد أن أنشئ حساب جديد، فبالتالي لو بدي أفتح حساب موجود عندي سابقا أضغط على كلمة حالي، لكن الآن أنا أريد أن أنشئ حساب جديد فأضغط على كلمة جديد. الآن ستظهر لي هذه الصفحة، هذه الصفحة هي الاسم الخاص فيك على هذا الجيميل. مثلا أنا سأكتب اسمي مثلا رولا، ويطلب برضو منك هون في الخيار الثاني أن تضع كمان اسم، أنا سأكتب رولا أيضا في الخانة الثانية. بعدها سوف أضغط على الزر الموجود في أسفل الشاشة على الجهة اليسار، أضغط عليه ضغطة واحدة. الآن سأفعل على إنشاء الإيميل الخاص بالجيميل. الآن سوف أكتب أي صيغة إيميل أنا أريدها، مثلا سأبدأ بحروف، مثلا أي حرف أو اسم أو أي شيء تريدون أن تكتبوه يمكن كتابته في صيغة هذا الجيميل. مثلا سأكتب SSOOLL، مثلا سأكتب مثلا 2020، هذه هي الصيغة التي كتبتها. سأجرب وأرى إن كانت مستخدمة من قبل أو أنني سأعمل بها جيميل جديد، فأضغط على السهم الموجود في أسفل الشاشة على اليسار. هون طبعا بحمل بشوف إذا موجود هذا الإيميل من قبل أو لا. طبعا هون كتب لنا إنه اسم المستخدم غير متاح، يعني هذا الاسم اللي أنا كتبته مستخدم من قبل، فبلمس على الاقتراحات التي يعطيني إياها جوجل، فألمس للحصول على اقتراحات أخرى، بضغط عليها ضغطة واحدة. هون طبعا خيرني بين خيارين، أنا راح أختار واحد فيهم، مثلا راح أختار اللي بالأعلى. سوف أضغط على جملة حاول مرة أخرى. الآن هيك بكون عندنا ضبط صيغة الجيميل. الآن يطلب مني إني أكتب كلمة مرور، مثلا راح أكتب كلمة مرور، أي كلمة مرور أنتو تريدونها، يجب أن تكون كلمة المرور تتكون بالحد الأدنى من 8 حروف أو أرقام، ويمكن إضافة أيضا الرموز. مثلا راح أكتب أي كلمة مرور، مثلا
هون بكتب لك إعادة كتابة كلمة المرور، يعني يجب كتابة كلمة المرور للتأكيد. أكتبها نفسها اللي اخترتها في البداية. الآن سوف أضغط على السهم الموجود في أسفل الشاشة على الجهة اليسار، أضغط ضغطة واحدة. هون طبعا ظهرت هذه الصفحة اللي هي استعادة كلمة مرور الجوجل. أنا لا أريد هذه، يعني لها شرح آخر سأشرحه بالمرات القادمة إن شاء الله. أنا الآن سأكمل فقط إنشاء هذا الإيميل الخاص بالجيميل، فسأضغط على كلمة على جملة ليس الآن. بعدما ضغطت عليها ستظهر لي هذه الصفحة، طبعا مع وجود عليها على الخيارات علامة الصح، وأريد أن أكبر لأني أوافق على سياسات جوجل وبنودها، فأضغط على السهم الموجود في أسفل الشاشة. هون بضع موافق إني أنا أنشئ هذا الحساب أو ما أنشئه، فأنا بدي أنشئ الحساب، بضغط على أوافق. إذا كنت بدي أعدل أي إشي من الخيارات السابقة بضغط على عدم إنشاء الحساب. أنا الآن أوافق على كل السابق، فسأضغط على كلمة أوافق. الآن بيحفظ الحساب، هو لا يتعدى بالعادة يعني دقيقة واحدة. الآن هون ظهرت عندي هذه الصفحة اللي هي موجود فيها نص مكتوب بمربع أو مستطيل أبيض، لازم أكتب الحروف الإنجليزية الموجودة فيه للتأكيد إني إنسان عادي ولست مثلا روبوت. فسأكتب هذه الحروف، هي ليست واضحة يعني تماما لكن سأجرب. طبعا يعني كان فيها غلط، فراح أعيد وأكتب هاي الكلمة اللي أعطاني إياها الثانية. الآن أعزائي، بعدما أنشأت الإيميل أو الجيميل الخاص بي، ستظهر لي هذه الصفحة اللي هي رح يظهر فيها الجيميل اللي قمت بإنشائه حاليا، فبضغط عليه. طبعا ضغطت على الانتقال إلى البريد الوارد أو الإلكتروني. طبعا هون ظهر عندي اللي هو الجيميل الذي قمت بإنشائه في الوقت الحالي. هون هذا هو الجيميل اللي أنشأته حاليا، فرح يظهر عندي بهذا الشكل. الآن هون عندي على الجهة اليمين، هون دور الموجودين بأعلى الشاشة الإشارة، بضغط عليها فراح يظهر عندي كل الأشياء المتعلقة بهذا البريد، سواء من الرسائل الواردة أو المرسلة أو من الرسائل الاجتماعية مثلا مثل رسائل الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع آخر، راح تجيني على هذا البريد لما أسجل بهذا الجيميل. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله طرق ثانية إن شاء الله بالمستقبل. أتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل عنوان الجيميل عليكم. أتمنى أعزائي تكونوا استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله بيكون نال على إعجابكم ورضاكم. إن شاء الله بتتبعوا خطوة بخطوة وبتنجحوا في إنشاء حساب الجيميل بطريقة سهلة جدا جدا. إن شاء الله إنه أكون دائما عند حسن ظنكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك وتعليق وتشتركوا بالقناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.